وأن الإنسان إذا عفى عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل الأعمال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فهذا الرجل مكنته هذه المرأة التي يحبها من نفسها فقام خوفا من الله عز وجل، فحصل عنده كمال العزة، فيرجى أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.